خلينا نشوف المقارنة شلون بتكون. مثلا أنا قاعد أبغي خلينا نقول أكبر من 10 و هو و يعني كانها شنو أند أصغر من 30، تمام؟ فشلون بيصير؟ فبنكتب أند أند زين كأني شنو حطيت له و، يعني شنو أبي أحط له شرطين اثنين واثنيناتهم أبيهم يتنفذون. إذا شرط واحد منهم ما تنفذ ما بيشتغل الإف زين. نمبر مرة ثانية أكتب الشرط مالي أصغر أو يساوي 30، تمام؟ هنا خلينا نحط أكبر أشغل البرنامج الحين. خلينا نحط 10 أعطاني رايت. نكتب 15 أعطاني رايت. نكتب 30 أعطاني رايت. نكتب 50 أعطاني رونج، لأن ليش؟ أكبر صدق هو أكبر من 10 ولكن شنو؟ مو أصغر من 30، ما حقق للشرط الثاني، تمام؟ فهاي نسبة حق الأند إنه شنو يحقق الشرطين، لازم يحقق الشرطين. ساعات شنو؟ عندي أور يعني واحدة منهم كفاية، واحدة منهم كفاية. مثلا شنو؟ خلنا نحط يساوي يساوي ونقول النمبر يا يساوي 10 أو يساوي 30 زين. أو أور فمثلا خلنا نكتب 14 سيدي شنو أعطاني رونج. ليش؟ لأن 14 لا تساوي 10 ولا تساوي 30. بنحط الحين 10 أعطاني رايت. مرة ثانية نشغله ونكتب 30 بعد أعطاني رايت، لأن ليش إحنا خيرنا قلنا له أور 10 أو 10 أو 30. نقدر نزيد عليهم، نقدر بعد نزيد نقول له شنو أور نمبر إيكوال إيكوال 50، زدنا عليه عادي ما في مشكلة، نقدر نزيد كثر ما نبغي، هو بيشيك كل الشروط زين. الحين إذا قلنا 30 رايت قلنا 50 بعد رايت أوكي، هل نقدر نمكس أور وأند؟ نقدر. مثلا قلنا شنو أند أند نمبر greater than أكبر من صفر أوكي. فالحين بنشغل بنحط سالب واحد أوكي، بنحط سالب واحد ونشوف أعطاني wrong لأن ليش سالب واحد ما نفذ الشرط. الحين نحط 10 أعطاني right، أحط 30 right، واحد 50. خلنا مثلا نحط and and زين يساوي شنو؟ يساوي 50 اوكي. فالحين انا حطيت and انه شنو ابغي اخليه يلتزم بال50، خلنا نشوف هل بيلتزم او لا. فاذا خليت له 10 اعطاني رايت، لان ليش اول واحد شافه صار صح سيدا راح حق الرايت. علشان احكره ويا الاند شنو اسوي؟ احط قوس زين، اقول له واحده من ذلين صح والثانيه اللي هو الاند لازم بعد تكون صح. فهني انحكر، يعني الحين لو حطيت 10 ما بتشتغل، بحط 30 نفس الشغله، اذا حطيت 50 بيشتغل. بس لان ليش الاند شنو يقول؟ واحده من ذلين يعطي ترو زين اللي في القوس، وهني بعد لازم يعطي ترو الاثنين، تمام؟ هاي الفكره نسبه حق الاف زين. الاف ممكن هاي الاف العادي ممكن نسوي شنو برانش، يعني
نخلي كذا رينج، يعني مثلا نقول له خلينا نمسح هني بس عشان يكون واضح، نقول له number greater than 10 and لأننا نبغي نحط له رينج number smaller than or equal 100. زين يطبع له شنو؟ يطبع له 10 100. اوكي ابي يشيك، اذا ما حصل هاي ابي مرة ثانية يشيك شيء ثاني. زين اللي هو خلينا نمسح هاي عشان بس الكود يكون بسيط. اقول له else if، معناته شنو؟ انه هو else ولكن ابغي ال else يكون فيه شرط، تمام؟ هاي معنات else if. فشنو نقول له؟ نقول له else if، ومثلا نقول له number اكبر من 100 and number اصغر او يساوي 1000. لاحظت هني اعطاني ايرور لانه لازم يكونوا لاصقين في بعض. شنو نقول له؟ نقول له system.out، خلنا نسوي كوبي، يساوي 100 وهني 1000، تمام؟ غير هاي، غير هالرينج كامل، نبغي يطلع لنا الرونج. مثلا خلينا 50، خلينا نشوف وين يطلع لنا. طلعنا في اول واحد، خلينا نقول حطينا مثلا 101 او خلينا نقول 120. اوه عندي خلل هني اللي هو لازم احط 1000. اوكي خلينا نشغل مره ثانيه. شنو طبع لي؟ ثاني واحد، الكونديشن الثاني. لو نلاحظ ان هالثلاثة مربوطين في بعض، تمام؟ يشيك الاولي اذا الكونديشن صح يسوي الشغلة اللي داخل الاف. زين اذا الكونديشن هنا غلط يروح حق وين؟ حق الثاني يشيك هل الكونديشن صح، اذا صح بيطبع او بيسوي الشيء اللي موجود هنا. زين واذا كان خطأ بيروح حق وين؟ حق الالس، تمام؟ صار بهالطريقة مرتبطين. ولكن خلينا نقول ان انا شنو شلت الالس اللي هني وخليته اف واف، خلينا نشوف شنو بيصير. شلت الاف اللي هني وخلينا نشيل الالس، تمام؟ مؤقتا بس عشان نعرف. وشنو بنضيف؟ شغله بنخليهم اثنيناتهم مشتركين في نفس النقطه، تمام؟ نخلي مثلا هني يساوي، فخليت 100، شنو صار؟ طبع لي الاولي والثاني. ليش؟ لانهم مو مرتبطين. زين فشيك هني وشيك هني، شيكهم اثنيناتهم. ولكن خلا احط else. زين برغم الكونديشن هني، شو الكونديشن؟ الكونديشن نفس الشيء، اوكي تقريبا، يعني انه في يساوي هني وهني يساوي. واشغل البرنامج وبكتب 100. طبع لي مرة واحدة بس. ليش؟ لأنه بيدخل على الاف اللي هني، تمام؟ وبيشيك، وإذا نفذ العملية خلاص يتجاهل الثاني، خلاص ما في يعني ما يشيك مرة ثانية. أما إذا ما كان في إلس بيشيك الأولانية والثانية، يعني بيعتبر هاي الف اف بروحة والثاني اف بروحة، فبيشيكهم الثنيناتهم، تمام؟ هاي نسبة حق الفكرة. ماني برانش اسم هالنوع من الافات. زين عندنا بعد شنو؟ اف داخل اف، تمام؟ مثلا احنا حطينا الشرط هنا انه يكون اكبر من 10 واصغر من 100، تمام؟
فنقدر شنو نحط شرط ثاني، خلينا نحط نفتح قوس داخل الهاي، خلينا نشيل هاي نودي داخل تمام، ونشيل الالس، وهنا خلينا نغير الكونديشن انه يكون مثلا اكبر من 50 او يساوي 50 واصغر خلينا نقول من 70 تمام. شنو يطبع له؟ 50 70. تمام، شغل البرنامج. مثلا دخلت 50 طبع لي اللي داخل، ليش؟ لان شنو صار؟ تشيك اول واحد اشتغل، راح داخل مره ثانيه تشيك وطبع لي. خلينا نحط رقم ثاني نقول 40 مثلا، ما تشيك لي داخل، لان ليش؟ دخل داخل راح حق الاف زين يشيكه فما عطى صح ولا غلط. اقدر اخلي الس حق الاف اللي داخل، هاي اللي داخل ها مو اللي برا زين، واقول له مثلا system.out not found مثلا وهني نكتب 40. اشتغل وين؟ الثاني الالس not found زين. خلينا نقول الحين 50 اشتغل وين؟ اللي داخل الاف تمام. الاف اللي فوق يسمونه parent زين الابو، والاف اللي داخل يسمونه child تمام. هل اقدر الاف اللي داخل بعد احط له اف داخله؟ اقدر زين. فشلون بيكون؟ بفتح له قوس زين، بقول له اف، خلينا نصغر الرينج بعد ازيد خلينا نقول هني اكبر من 55 واصغر من 60 تمام. شنو يصير في الحالة؟ يطبع خمسة وخمسين ستين تمام. خلا علشان الفكرة بعد أحط لكم إن كم لوب داش أوكي أو إف، علشان الفكرة خلنا نحط بعد كم إف داش. تمام، وهني بعد نحط الاف الاولانية ونشغل البرنامج ونشوف. بحط كونديشنين صح ولكن ثالثة بحطها غلط. إذا كتبت مثلا 52 زين، شوفوا الأول واحدة اشتغلت، ثاني واحدة اشتغلت، الثالث أعطاني غلط. خلينا نشوف not found من وين يت، بس not found ما لها داعي، خلينا نشيلها. أوكي، خلى الحين نخلي شرط واحد بس يشتغل اللي هو كم؟ نكتب 20 وبعد نشغل البرنامج ونخلي شنو يشتغل لآخر شرط. شوفوا first if second if وطبع لي الشيء زين. فهاي هو نسبة حق الإفات، هاي طريقتهم. وأقدر أخلي كذا إف داخل بعض أو صوب بعض، يعني الحين صار عندكم أفكار إن شلون تستخدمون الإف تمام. ممكن الاف ينكتب هالطريقه بعد، خلينا نشوف الكتاب انا شنو
يختصر كامل في سطر واحد ان نحط الكونديشن بعدين علامة السؤال، علامة السؤال كونه شنو ان تشيك لي زين، بعدين شنو نحط يا هاي او هاي تمام. خلينا نشيك بالكومبايلر هالمعلومات الإضافية مو لازم عليكم، ولكن شنو إذا مر عليكم في المستقبل شيء كذي نبي تعرفون شنو معناته، حتى لو ما استخدمته على الأقل بتعرفون إن هاي إف تمام، لأن في وايد من الأكواد اللي بتقرونها في النت بتكون كلها مختصرة، فعلى الأقل يكون عندكم فكرة إن شنو معنات كود كذي. خلينا نأخذ هاي كمثال، وهالطريقة في الكود مثلا تستخدم متى إذا نبغي نحط variable هو الماكس، يعني مثل ما شفنا هالمثال شنو قال، قال integer max اوكي يساوي خلا حاليا بس نحط semicolon عشان نعدل السؤال نخليه مفهوم اكثر. شنو بنسوي؟ بنحط نمبر ثاني زين، نمبر 2 خلينا نقول، ونفس الشيء نخلي اليوزر يدخل رقمين من مكان رقم واحد اوكي، وهنا نقول له انتر 2 نمبر ونشيل العشرة. بعدين شنو الكونديشن نحطه وين؟ في الماكس، نشوف من هو الاكبر، ولكن قبل هاي خلينا نقول له system.out نطبع الرقمين عشان نقدر نشوف number 1 زين، ونحط نفس الكونديشن اللي كان في الكتاب، نقول له اذا كان نمبر 1 اكبر من نمبر 2 زين علامه سؤال تشيك لي اوكي، بعدين نقول له نخلي نمبر 1 زين اذا هالكونديشن صح خلي شنو النمبر بروحه، اذا الكونديشن غلط يعني كاني اقول له else شنو نحط له نمبر 2 اوكي. خلي بعدين اخر شيء نطبع ماكس عشان نتاكد من الحل مالنا. اوكي بنشغل البرنامج الحين ونشوف. اول رقم بحط 10، ثاني رقم 20، خلينا نشوف شنو صار. اول رقم حطه 10، حطينا 10، ثاني رقم 20، من الماكس طلع 20، لان ليش احنا حطينا الكونديشن زين وقلنا له اذا هاي اكبر فشنو فخلى الماكس يساوي هني تشيك تشيك خلي الماكس يساوي نمبر، واذا لا الكونديشن غير صحيح روح حق الثاني الخيار الثاني اللي هو نمبر 2. هاي فقط زياده معلومات حقكم عشان تعرفون اذا مر عليكم شيء كذي ما تتفاجئون ان تعرفون شنو المعنى، ولكن مو مهم بس مجرد فكره سريعه.